يشكرك ورب سبحانه وتعالى يغفر للجميع. إذن هذه يعني صفات الرحمن. بعد هذه الصفة يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني سبحان الله ثلاثة كبائر هذوما يجمعهم رب سبحانه وتعالى مع بعضهم، ألا هي الشرك بالله وقتل النفس ويعني الزنا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الذنوب أعظم فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يرزق معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن يزاني الرجل حليلة جاره، والعياذ بالله. مقصود من الزنا هذايا الإنسان المحصن أن تلقاه متزوج ويزنى والعياذ بالله. إذا هذه الثلاثة الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله تبارك وتعالى هي يعني من أشنع الكبائر، وتوعد رب سبحانه وتعالى الإنسان ألا ما يتوبش عليها بجهنم والعياذ بالله. نرجع الحاجة في غاية الخطورة وللأمانة العلمية لابد باش الإنسان يقولها، مسألة القتل، لأن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة النساء معناها نزلت بعد الآية هذه يقول: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم، الآية قوية ياسر، الوعيد بتاعها شديد جدا. يعني ابن عباس رضي الله عنهما يعني عرف برغم التساهل بتاعه نسبيا، كيف نقارنه سيدنا عبد الله ابن عمر، سيدنا عبد الله بن عباس يتسمى مش متشدد بكل قدام يعني سيدنا عبد الله ابن عمر، رغم كذا قال يعني الآية الثانية بتاع سورة النساء هذه هي المعنية ولم تنسخ، لأن قتل النفس خاصة قتل المؤمن بغير حق صعيب ياسر. على إحنا مع الأسف توا قاعدين نشوفوا يعني في كثرة القتل، ألا سماها النبي صلى الله عليه وسلم الهرج في آخر الزمان وهو نذير بقرب الساعة موجود والعياذ بالله، وكل فريق يحسب أنه يحسن صنعا. إذا الشرك بالله، قتل النفس، زنا الإنسان المحصن والعياذ بالله، هذه يعني من أشنع الكبائر. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. رب سبحانه وتعالى ديما يعطي فرصة للتوبة، لأن باب التوبة ديما مفتوح حتى الإنسان أما فهي غفر ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تطلع الشمس من مغربها. يقول رب سبحانه وتعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم يواصل الله سبحانه وتعالى في صفات يعني عباد الرحمن، يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يعني شهادة الزور طبعا من الموبقات السبع ومن الكبائر الكبيرة، وشهادة الزور قرنها رب سبحانه وتعالى في آية من آياته مع عبادة الأوثان، قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. كذلك يعني اللغو، رب سبحانه وتعالى حتى في سورة المؤمنون أيضا الأوصاف متاع سورة المؤمنون شبه ياسر الأوصاف متاع عباد الرحمن. رب سبحانه وتعالى يقول: والذين هم عن اللغو معرضون. لأنه الإنسان المؤمن الحقيقي لا بد أن يكون معرضا عن اللغو، ما يكونش معناها يخوض مع الخائضين كما قال الله سبحانه وتعالى.
المحاضرة بعنوان ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نعتذر ياسر على التأخير لأني جيت من قرنا ومش من صفاقس. معناها كان المسافة كبيرة ياسر والقطاح معناها نتيجة العوامل الجوية عطلنا، وبالتالي نعتذر من الخيان. ربي يبارك لكم والله يوفق تجركم ان شاء الله. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله وحده، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل لهذا الدين رجالا وقيض له شهداء وانصارا، الحمد لله الذي جعل لهذا الدين رجالا صادقين، رجالا صادقين اوفياء مخلصين يعملون لنصرة هذا الدين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يلاقوا الله وهم على ذلك ينصرون الدين الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وعد من نصر الدين بالعز والتمكين والثناء والرفعة والنصر المبين. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الدين ونصح للمسلمين وصبر على الشدائد حتى أقام دولة الإسلام تطبق الدين وتحمي المسلمين، فلقي بذلك ربه وهو راض عنه. فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوة الإسلام إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة حياكم الله وجمع قلوبا على تقواه، ونسأله جل وعلا الذي جمعنا في بيته هذا أن يجمعنا في جنته وتحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه سميع قريب مجيب. أيها المسلمون، يقول الحق تبارك وتعالى في سورة طه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذه الآيات من سورة طه وقت اللي أنزل القرآن على المسلمين وقام به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، خذوا المسلمين عاطفهم وفهموا. إيش فهموا الصحابة؟ فهموا اللي فهم النبي صلى الله عليه وسلم من قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يظهره على الدين كله. هذه الغاية الكبيرة والقضية المصيرية اللي من أجلها أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام فهم الرسالة هذه، وفهم الدور، وفهم الغاية، وفهم الهدف. كيفاش عرفنا أن فهم الرسول صلى الله عليه وسلم الهدف هذا؟ وقت قريش جات تساوم فيه وتقول له: إن شئت ملكا ملكناك، إن شئت مالا جعلناك أغنانا، إلى آخره. وساوموه لأنه جاء عمه وقال له: والله يا عم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الدين لا أتركه حتى يظهره الله. هذه الكلمة من جاء ربي سبحانه وتعالى، قال له ليظهره على الدين كله. هو جاء عمه وقال له حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فربى الصحابة الكرام على الهدف الكبير هذا، فكرسوا حياتهم من أجل هذه الغاية، وأوجد منهم شخصيات عظيمة جدا جدا، شخصيات قادرة على التضحية وقادرة على الصبر وقادرة على الامتحانات والابتلاءات. كان عنده رجال، كان عنده رجال صلى الله عليه وسلم، الرجل واحد منهم كألف رجل وأكثر. فالصحابة الكرام وقت اللي أنزل عليهم هذا القرآن العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يروي الصحابة يقول: كان يفرقنا ثم يملئنا. كان يثقف فيهم القرآن الكريم، وكان يحاول يوجد منهم هالاستعدادات، ثقافة من جهة واستعدادات إيمانية بشخصيات قوية من جهة أخرى. المشركين لاحظوا هذا فقالوا: لقد
لقد أنزل القرآن على محمد، أو ما أنزل القرآن على محمد إلا ليشقى. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية ليرد على المشركين، وأنزل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فرد عليهم المولى سبحانه وتعالى وبين للرسول صلى الله عليه وسلم ومنه إلى صحابته أن القرآن يستحيل لحق الشقاء الظلم، بل أن القرآن هو السلم للسعادة، وأن ما عليه الكفر هو عين الشقاء. المسلمين ما يشقاوش بكلام ربي، المسلمين عمرهم يعيشوا في شقاء بهذا القرآن العظيم وبهذا الإسلام العظيم معه. وهذه كانت قناعة في قلوب المسلمين، ولذلك يعني الابتلاءات بالنسبة للهوة ما بتعنيش حاجة كبيرة. ياسر قال صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن كل أمره خير، إن أصابته يعني سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبالتالي المسلم ما عندوش قضية كبيرة ياسر معناها مع الحرمان ولا مع بعض الأوضاع الاستثنائية اللي يمكن يعيش. رب سبحانه وتعالى قال له: هذا القرآن هو سبب سعادتك. قال: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن اللي هو السبب الوحيد للسعادة، ونقولها إنه السبب الوحيد للسعادة، وإن شاء الله يكفينا الوقت باش نبينوا هذا يا قدر الرب. القرآن هو السبب الوحيد لسعادتي. ولعل وعسى البعض من الخيان يعرف انه المطلع متاع سورة طه هذه كانت مباركة ومباركة جدا، كانت سببا في اسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر وقت الاسماع المطلع متاع السورة هذه: طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، اعتنق الاسلام، واعتناقه الاسلام مثل محطة بذاتها، مثل منعرج كبير ياسر إيمان سيدنا عمر ودخوله في الإسلام، حتى أنه الكثير من الصحابة يعتبر أن دخول سيدنا عمر في الإسلام فتح عظيم. دخوله في الإسلام يقول عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب، إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فكانت هذه البشرى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بالحق كان خبر سار ياسر للمسلمين، وكان خبر سعيد كبير ياسر للمسلمين دخول عمر بن الخطاب في الإسلام، وفرج ربي سبحانه وتعالى على كربات المسلمين نتيجة لهذه الأذية الكبيرة وهذه المشقة الكبيرة اللي كانوا يقاسمونها من طرف المشركين. فهذه أولى فضائل القرآن العظيم، وأولى فضائل سورة طه، وأولى فضائل الآية اللي قالها الأخ: وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه كانت قناعة الآية هذه. تعرف أيها الأحبة هي نظير قوله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآيات هي نفسها تتحدث عن نفس الموضوع اللي هو الشقاء، اللي هو السعادة، العيش الضنك، العيشة السعيدة، الخير إلى آخره، الكل في نفس السياق. وهذه الآيات احنا نقرأها ونعتقد فيها، نؤمن بها ونصدق بها تصديق جازم أنها من المولى سبحانه وتعالى، والناس ثقة مطلقة في أن ربي ما دام معد وقال أن القرآن هدايا راه هو سبب السعادة، فنحن يعني الآيات هذه بردا وسلاما تنزل على قلوبنا ونحن على يقين وعلى ثقة. ذلك المسلمين يصدقوا تصديق جازم يملأ القلب طمأنينة من أن هذا القرآن يحقق لهم السعادة، مش في الآخرة بل في الدنيا، لأن الآية واضحة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، يعني تحدث عن حياة الدنيا، معيشة ضنكا. فالسعادة اللي يحب يحدثنا عليها رب سبحانه وتعالى راهو يا المسلمين من خلال الآيات هذه، راهو قرآنكم يحقق لكم السعادة الدنيوية فضلا عن السعادة.
لكن المسلمين ما هماش في حاجه للتفكير هذا، باش تقول لهم انت او غيره، يعني راه ربنا سبحانه وتعالى وعد ووعده صدق، والمؤمن يعني على يقين من وعد الله سبحانه وتعالى. الكثير من المسلمين اليوم يسال او يتساءل بينه وبين نفسه ويقول فماش دليل، فماش حاجه هكا تملا القلب طمانينه، فماش حاجه من تستدل بها على الواقع، من الواقع المسلمين من تاريخ الامه الاسلاميه تبين بالحق انه راه المسلمين عاشوا في 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 سعاده وما عاشوش في شقاء بالقران العظيم. المسلمين عندهم الحق باش يتسالوا السؤال هذا، علاش عندهم الحق نقول المسلمين باش يتسالوا هذا؟ لانهم للاسف الشديد الكثير منهم عاش في وقت الاستعمار، فعاش القهر وعاش الظلم، وبعد الاستعمار ما شافش السعاده كما يحبها ربنا سبحانه وتعالى. فالمسلم وقت اللي يحب يتخيل في ذهنه ويحب يتصور كيفاش المسلمين كانوا يعيشوا في سعاده، ما ينجمش يتمثلها، ما ينجمش يتصورها، فلذلك يتعطش لان يعرف شنو الادله اللي تعطيني هذه الثقه ان المسلمين بالحق بالقران هذا ما عاشوش الشقاء وعاشوا السعاده. شنو الادله في تاريخ المسلمين فما هدايا؟ انا نقول هذه التساؤلات مشروعه، وهي من قبيلي قول سيدنا ابراهيم عليه السلام لله سبحانه وتعالى في الايه اللي يقول فيها: واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. المسلمين راهو ما عندهمش شك في القران الكريم، المسلمين يحب تحب قلوبهم تطمئن من انه بالحق القران العظيم يحقق السعاده ويحقق الشقاء. من هذا القبيل المسلمين يتساءلوا، ولذلك نقول التساؤلات هذه مشروعه. احنا نعرف اللي جدودنا من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، السلف الصالح، الصحابه الكرام، التابعين، فهموا الدين هذا، فهموا القران العظيم. والفقهاء الكبار، الساده، العلماء الافاضل، هذين يعني اكثر الناس اللي فصلوا واستنبطوا من القران الكريم احكام فقهيه وقوانين. شنو هي القوانين اللي استنبطوها الفقهاء؟ هذين استنبطوا احكام شرعيه، لغه الفقه تسمى احكام شرعيه، بوبوها في شكل فصول وابواب. الاحكام الشرعيه اللي مثلا تنظم علاقه الرجل بالمراه من ميراث وزواج وطلاق وبنوه الى اخره، الاحوال الشخصيه ما يسمى اليوم بالنظام الاجتماعي، حطوها في فصل واحد. الاحكام الشرعيه اللي تحدد الاموال من اين تؤخذ واين تصرف، واللي تحدد نوعيه الملكيه، ملكيه خاصه، ملكيه عامه، ملكيه الدوله، الاحكام هذه من زكاه وغير ذلك، هذه ما يسمى اليوم بالنظام الاقتصادي. المسلمين فصلوا فيها تفصيل كبير ياسر، ولعل البعض منهم يعرف انه فما كتاب يسمى كتاب الخراج لابي يوسف، فيه تفصيل مفصل للاموال كيف تجمع واين تنفق شرعا. وايضا المسلمين الفقهاء من القران العظيم اللي قلنا ما انزلنا عليك القران لتشقى، من القران العظيم استنبطوا احكام شرعيه، تنظم شافهم هذه الاحكام، تنظم علاقه الحاكم بالمحكوم، شنو هي شروط الحاكم؟ شنو هي صلاحياته؟ متى يعزل؟ متى يحاسب؟ هل جملة الأحكام الشرعية المتعلقة بنظام الحكم سماها الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية. المسلمين عندهم كتب في نظامهم. التقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده كتاب اسمه السياسة والسياسة الشرعية، السياسة والسياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية. من المسلمين فهموا القرآن هذا وفهموه وبوضوه وحطوه في شكل قوانين وفصول كثيرة ياسر. هالقوانين وهالفصول هذه ما يتسمى اليوم دستور، من المسلمين كان عندهم دستور من القرآن العظيم، وكان الدستور هذا يعني يحكمهم في حياتهم وحقوا به سعادة عظيمة جدا. هتعطينا السعادة كيفاش تراها نفهموها؟ احنا نقولوا انه المسلمين كانت عندهم ثروات عظيمة حققت بهم السعادة والرخاء. الثروات هذه كانوا يعيشوا بها عيشة هنية، كانوا يعيشوا عيشة راقية، عندهم الحاجات الأساسية وعندهم الحاجات الكمالية متوفرة كما يحب ربنا سبحانه وتعالى وأكثر. وانتم لعلكم تذكروا القصة نتاع عمر بن عبد العزيز، الرجل العظيم اللي في حياته يعني قديش كم
الشكاوى ناس تشكي من جميع البلدان من مصر والشام وإفريقية ده. من شنو يتشكاوى؟ من الفقر. يتشكاوى وقالوا له ما لقيناش ونحط المال، ما لقيناش ونحط الخير. وبالتالي شوف لنا حل. عمر بن عبد العزيز يقول لهم إذا ما لقيتوش ما تحطوها خرج منادي ينادي في ديار الإسلام يقول يا أيها الناس اللي ما عندوش بيت فليبنى له بيت على حساب بيت مال المسلمين. خرج منادي ينادي يقول يا أيها الناس اللي ما عندوش بيت واللي عنده دين ما يستطيعش أن يقضيه فقضاؤه على بيت مال المسلمين. خرج منادي يقول يا أيها الناس اللي ما عندوش مركب يركبه، يعني ما عندوش ركوب، ما عندوش سيارة يمشي عليها، ما عندوش حاجة يتنقل عليها، فليشترى له ركوبة على حساب بيت مال المسلمين. يا أيها الناس اللي جاء في سن الزواج ومازال ما عرسش، فليتزوج على حساب بيت مال المسلمين. فخرج والعباد اتزوجت والناس تقضى عليها ديونها واشتروا لهم الركوبة وبنيت لهم المنازل وما زال الخير العميم وما زال الملك سير وما زال المال وفير. رجعوا سيدنا عمر بن عبد العزيز اش نعملوا حرنا وين نحطوه المال وفير هذا وين الخير الكل العميم وين نحطوه؟ قال لهم اخرجوا في ديار المسلمين ووزعوا الخير هذا على اليهود وعلى النصارى اتباع الدولة الإسلامية، وزع عليهم حتى يكتفوا، يعني حتى يكتفوا إذا تحقق لهم الكفاية. حتى لين يقول لك إذا راهو حققنا الكفاية بتاعنا من الحاجات الأساسية، وبالفعل خرجوا وعطاهم وحقوا الكفاية، لكن الشكوى ما زالت قائمة، الشكوى ما زالت قائمة، يعني الفقراء ما عادش مفقير لا في صفوف المسلمين ولا في صفوف يعني اليهود ولا النصارى المتواجدين معنا في الدولة الإسلامية. قضى على حاجة اسمها الفقر أو الشقاء باش بالحكم بالقرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقت اللي رجعوا قالوا في الآخر ما عادش عندنا من شكون نعطيه، قالوا لهم قولا عظيما جدا، قال لهم ماذا أفعل في الآخر؟ ماذا أفعل؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، خذوا بعض الحبوب، من لا يسمع الكلمة، خذوا بعض الحبوب وانثروها على رؤوس الجبال فتأكل منه الطير وتشبع حتى لا يقول قائل جاعت الطيور في بلاد المسلمين. سبحان الله، يعني الواحد مش يقول ينجم واحد منا يعلق على كلام ذلك، ينجم واحد منا يقول كلمة على الموقف هذا. شوف أحكام ربي سبحانه وتعالى، في رحمة بالإنسان، رحمة بالحيوان، رحمة بالطير. القرآن العظيم هذاك في قولنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، راه سعادة لو كانت تطبق أحكامه، سعادة للناس وللحيوانات وللطيور. ولكن يلزمنا نبداو نسأل روحنا، راهو في الآخر يلزمنا نعرفوا زعما اللي صار هالثمرة الطيبة هذه كلها زعما هي عبقرية عمر بن عبد العزيز ولا عبقرية الشرع اللي طبق على فيه عمر بن عبد العزيز؟ ما هيش عبقرية عمر بن عبد العزيز فقط، هذه عبقرية الإسلام، هذه عبقرية الشريعة متاع القرآن، وعبقرية عمر بن عبد العزيز الذي أحسن تطبيق شريعة الإسلام. ففي الشريعة هذه أن يحقق بها السعادة والرخاء. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نظام الحكم بالإسلام الذي يحقق هذه السعادة. ربي ورينا نظام ينجم يوصل يحقق عشر معشار ما يحققوا هذا النظام الإسلامي، يرعى شؤون الناس بهالدقة هذه. فما نظام أولى نظام يحقق الرعاية الشافية الكافية ويحقق الضروريات ويمشي الكماليات زادة، فما نظام كيف ما كان يحقق المسكن والمأكل والملبس فوق هذا الكل، يتعدل المركب ويتعدل الدين ويتعدل الزواج. وين هو النظام هذايا؟ النظام الإسلامي يتحدى الأنظمة الوضعية البشرية العلمانية الكل يتحداها،
انه يثبت النظام الاسلامي نظام القران يثبت بالملموس انه افضل نظام وانه على الاطلاق بدون ما بدون منازع هذا النظام الاسلام حين طبق كل المشاكل راهي كانت تحدث استثنائي راهو في حياه المسلمين والله العظيم كيف تشوف انت على قرابه 14 قرن 1400 سنه تقول انت قداش صارت من مشكله للمسلمين تلقاهم زوز ثلاثه اشكاليات على 1400 سنه هيك المشاكل بين ظفرين الازمات كانت حدث صعبه ما تجيش ما سمعناش بها كانت يعني تعد على اصابع حدث استثنائي المشاكل للمسلمين والحالات نتاع الفقر بين ظفرين والا المجاعه كانت تعتبر حدث خبر عاجل يعني في حياه المسلمين سرعان ما يتعالج سرعان ما يوفى في عهد سيدنا عمر بن الخطاب تعرفوا اني صارت مجاعه في الجزيره العربيه لكن تقول كل يسمع كلمه مجاعه يترجع لكن المجاعه هذه قد اجدمت ما دامتش بالكل لأن سيدنا عمر بن الخطاب اصدر اوامره لبقيه الولايات لحكام الولايات الاخرى مصر والشام وغير ذلك وامرهم بان ينظموا قوافل بريه وقوافل بحريه قوافل تجز الطعام والشراب وغير ذلك واشرف بنفسه على التوزيع سيدنا عمر بن الخطاب يعني بالنسبه لي اعلى حاله الطوارئ في البلاد اعمل جسر بري وجسر بحري ولو كان جاء في وقته طيارات خان عمل جسر جوي الا انه اخذها بالاسباب على ارقى مستوى باش يقضي على الاشكاليه هذه في اقرب وقت وقضى عليها بفضل احكام الله سبحانه وتعالى لانه المسلمين النوعيه من الاحداث هي حدث استثنائي كما قلنا في ضمن تعيش كالجسد الواحد اللي امر به القران ان المؤمنين اخوه وانهم كالجسد الواحد ما يصير اشكال في جزء من بلاد الاسلام والمسلم مع الاخر يسمع ويتفرج بالكل امه تعيش بالقران بالمفاهيم هذه ما تدومش في الازمات بل كيف نقولوا ازمات نغلطوا خاطر الازمه في تعريفها هي المشكله التي يصعب لها حل لكن هذه مشاكل سرعان ما يلقوا لها الحل النوعيه اذا كانت الامه الاسلاميه كانت امه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فما سبب وفما نتيجه السبب شنو فما اللي اتبع هدى ابو سبب ونتيجه شنو فلا يضل ولا يشقى تطبيق نظام الاسلام هو السبب شنو نتيجه تحقيق السعاده في المجتمع هذا السبب وهذه هي النتيجه كتب السيره عمر تذكر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقت اللي اصبح خليفه للمسلمين مشى باش يقبض الخراج نتاع العراق وصلوا الايرادات نتاع ارض الكوفه برك الايرادات يعني المال اللي جمعوه من الكوفه برك وصلت قداش معه والله العظيم كيف قريت الاخبار واحد من الناس كيف قريته ما صدقتش روحي وصلوا من الكوفة بركة 100 مليون درهم فضي كي جيت نفكر 100 مليون درهم فضي في وقت سيدنا عمر بن الخطاب جيت نفكر قلت الدرهم في شرع ربي سبحانه وتعالى الدرهم الفضي يوزن 3 جرامات فضة خالصة حسبتها لقاها قرابة 300 ألف كيلو فضة 300 ألف كيلوغرام من الفضة الخالصة هذا في وقت سيدنا عمر بن الخطاب من الكوفة بركة شوف انت قداش الكرام فضل واحسب هالفصيل هذا قداش يطلع من كوفه برك هذا في هذاك الوقت بطبيعه الحال من بلاصه واحده ولكم ايها الاحبه ان تتصوروا يعني قداش المليارات بل قداش البليارات اللي تدخل ببيت مال المسلمين وقت اللي يكونوا دوله واحده ان شاء الله وتطبق فيهم شريعه ربي سبحانه وتعالى ان شاء الله ويكونوا امه واحده وبلد واحد باذن الله عز وجل الاراضي الخارجيه عظيمه جدا وربما يكون فيها الوقت باش تعرفوا ايها الاحبه ان الحاله العاديه نتاع المسلمين راهي ما هيش فقط الوضعيه العاديه نتاع المسلمين راهي وضعيه الغنى وضعيه الخير وضعيه الرفاهه بفضل الاسلام وشريعه القران كما قال سيدنا عمر
القول الشهيرة اللي القول اللي نحبوها ياسر وقت اللي قال كنا أذلة استعف على روحه كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام محلا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فأعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فنحن نقول أن الله لا يمكن أن يصلح حالنا إلا بمثل هذه القولين إلا حين نعود إلى ربنا إلا حين نعود إلى إسلامنا وقت اللي يقول الإنسان المسلم في قلبه عنده غير على دينه ويكون على يقين من أنه من غيرة الدين مش يعيش ذليل ومن غيرة الدين مش يعيش فقير ومن غير هذا الدين مش يعيش في أزمات نفسية وغير ذلك وبهذا الدين يعيش عزيز ويعيش سعادة ويعيش الرخاء وقت الإنسان المسلم يكون هذه القناعة في ذهنه وقناعة في قلبه ينجم يستشعر هذه الآية اللي بدينا فيها أنه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقت اللي يقرأ في القرآن الكريم فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقت اللي يقرأها لقوم يوقنون إذا كان إحنا نوقن إذا كان إحنا على يقين جازم بأن أحسن حكم هو حكم ربي سبحانه وتعالى حكم شريعة القرآن وقتها ربي إن شاء الله يصلح حال المسلمين اتصوروا أيها الأحبة اتصوروا أنه واحد منا مرض والناس كل معرضة عن أهل المرض وتخلي المستشفى وبطبيعة الحال تلقى خدمة ورعاية كما نقول خمسة نجوم يعني وبعد ما يمن عليه ربي سبحانه وتعالى بالشفاء وياخذ الإذن بالخروج من المشفى يقع استدعاءه لي يعني قسم العلاقات العامة بالمستشفى ويسألوه عن الخدمة بتاعه وش تخدم انت وقديش تاخذ عليه فلوس مثلا يقول انا ناخذ في 10,000 في النهار يقولوا انت مثلا قعدت عندنا 10 ايام وفي النهار تخدم ب 10,000 اذا 100,000 فيخرجوها له من خزينة بتاع المستشفى يقولوا له هذه بتاع ويعطيها له يعني وكأنه قاعد يخدم في الايامات اللي هو راقب في السبيطار طبعا البعض منكم ربما يضحك من هالكلام ويقول هذا خيالي حتى في المنام يعني ما يجيناش في الحلم بطبيعة الحال وهذا طبيعي مش الواحد يقول في هالك نتيجة للحال المزري اللي قاعدين نعيش فيه احنا اليوم لكن الحقيقة يا عباد الله ان هذا كان واقع موجود هذا كان واقع موجود في ظل الاسلام والحكم بالاسلام في دولة الاسلام وهذا باعتراف مش المسلمين الغربيين يتحدثوا على هذا يقول لقد كان يشرف على المريض في البلاد الإسلامية طبيبان بعضهم بنفسه ويلقى علاجا مجانيا وفوق هذا النعيم شو يقول الغرب وفوق هذا النعيم يأخذ عوضا عن أيام مكوثه بالمستشفى كما كان في الأندلس حيث طبق شرع الله فعاش المسلمون ذلك ما احناش قاعدين نجيبوا فيه بالريوس هذه حقيقة عاشوها المسلمين سعادة وأي سعادة هل يعاشوها المسلمين هذا نابع من سياسة الاقتصاد في الإسلام اللي تركز على أنها يعني تحقق الحاجات الأساسية والحاجات الكمالية بطبيعة الحال في حدود المستطاع فربنا سبحانه وقت اللي يعطينا التشريعات والمسلمين يعرفوا كيفاش يطبقوها يعني يحقق العجب العجاب واحد من الغربيين اسمه بول ديورانت هذا العالم كله في اعداد المستشفيات الصالحة وامدادها بحاجاتها ويقول مثال ذلك ان البيمارستان بيمارستان يعني المستشفى متعدد الاختصاصات بوليكلينيك أن البيمارستان الذي أنشأه نور الدين في دمشق عام 1160 ظل 3 قرون يعالج المرضى من غير أجر 3 قرون 300 سنة ويمدهم بالدواء من غير ثمن ويقول المؤرخون أن نيرانه ظلت مشتعلة لا تنطفئ 267 عام هذا كان حال المسلمين راه المسلمين كانوا يعيشوا في الرخاء راه المسلمين ما عندهمش حاجة اسمها يعني الشقاء بالكل هذه الازدهار الاقتصادي الازدهار مدهش العالم كان يفضل العالم الاسلامي
في دولتهم. نفس هذا الرجل ايش يقول عن الاقتصاد في البلاد الاسلاميه راها بعينه، يقول بلغت الايرادات، يعني قداش دخل المسلمين وين في بلاد واحده اللي هي الاندلس وقت اللي كانت تحت الحكم الاسلامي بطبيعه الحال، يقول بلغت الايرادات في ايام عبد الرحمن الثالث رقم فلكي، والله العظيم نقرا فيه رقم فلكي، 12,045,000 دينار ذهبي، واكبر الظن ان هذا كان يفوق اسمه المعي والنعم. يقول هذا كان اكبر من مداخيل نتاع حكومات الدول النصرانيه مجتمعه، الدول الاوروبيه في هذا الوقت مجتمعين معهم في لندن، المداخيل نتاعهم كاسه واحده ما يلقاوهاش قد المداخيل نتاع المسلمين في الاندلس هذين. وش يقول؟ يقول لم تكن هذه الايرادات، هالخير هالمال هالفلوس هذين ما كانش نتيجه الضرائب كما نعيش احنا اليوم، لم يكن نتيجه الضرائب العاليه بقدر ما كان اثرا من اثار الحكم الصالح. هذا هو النصراني هذا يقول انه هالخير اللي كانوا يعيشوا فيه المسلمين نتيجه شنو؟ الحكم الصالح، الحكم بالقران الكريم، ما انزلنا عليك القران لتشقى اشقاقش المسلمين. ويقول وتقدم الزراعه والصناعه ورواج التجاره، هذاك احكام القران، وهذاك كيفاش كانوا يعيشوا المسلمين. جيت باش نقوم بمحاوله بسيطه ياسر باش نحسب، والله لا جيت نحسب حتى بالكالكولاتريس لا جيت نحسب، 12,045,000 دينار ذهبي، الدينار الذهبي قداش يوزن؟ الدينار الذهبي يوزن 4.25 غرام من الذهب الخالص. قلت هذين 12 مليون لو كان نضربهم في 4 غرامات قداش تلقى من كيلو ذهب؟ جيت نحسب قلت لك غرام الذهب مانيش عارف يمكن نحطه 70 دينار. رقم فلكي، رقم ما نجمش تكتبه، رقم ما نجمش تتخيله في مخك. وين؟ في الاندلس. يعني اولا المسلمين كانوا عايشوا عيشه راقيه، عيشة كانت الناس تحسدهم عليها. كيف نقولوا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ راهي ما هيش شكلك برا، عن دليل، راهي آية من القرآن الكريم ظلت مطبقة في الواقع عن دليل. هذا القرآن الكريم وقت اللي تطبق، هذه شريعة الرحمن وقت اللي تطبق في دولة تحكم بالقرآن. الدولة الإسلامية هذا في الداخل إشكال المسلمين من عز، وش كانوا في عيشة راقية، وش كانوا في سعادة. زعما كيف المسلم يخرج برا من بلاده يتهان ولا ما يتهانش في الاوضاع اللي من النوع هذا؟ تجيب المره تعرف القصه نتاع فتح عموريه